ليان نعم وين كنت؟ كنت بالدكان اشتري. والقصف طيب والطيارات اليهود؟ لا يا حبيبي انا بخافش منهم، بخافش ولا اشوف. هنا انا بالشارع واللي بيقول عني انا متخاف ده شوفون، هنا انا بالشارع اليهود طلعوا في التجاراتي وصواريخهم كل شيء وانا بخافش منهم، والله انا ما بخافش منهم. وانا بقول لنتنياهو عنده ابن حمير اللي لعب مع غزه بالسهل، احنا بنلعبش معاكم انتم، والله غنطسكم بالارض، غندعس على رقابكم ونطخكم. واذا سمعوك هيجي طياراتهم؟ لا يا حبيبي. تخافي منهم؟ لا يا حبيبي بخافش من اليهود ولا من شو، ولا من طياراتهم ولا من زناناتهم ولا من. ليش طب بتخافيش؟ انا بخافش يابا من اليهود ولا من. ليش طب بتخافيش؟ لانه ايش؟ الله معانا والمقاومه معانا وكتاب القسام معانا وحتى جنين معانا والقدس معانا. ايش حيسوي هالبتفه نتنياهو؟ من وين حيجي له الضرب؟ الضرب يجي له من كل من احنا غنطلع له من اريحه ومن القدس ومن الضفه ومن سوريا ومن لبنان ومن كل مكان غنطلع له. من وين هو باقي الارنب متخبي؟ هو ابو نتنياهو بلاد الحمير، هم ابوهم ما في الحمير، هم التنين. واذا سمعوه قال لي؟ لا حبيبي ما بيسمعونيش، احنا وين هم وين؟ ابعث لهم الفيديو؟ لا. ليه؟ ابعث لهم يا وشوفوا شو اذا سووا لي شو الله غندعت على رقبهم وضخهم وانا عنده